أول مرة في تاريخ المغرب ربما كنشوفوا نواب الأمة عوض أنهم يرافعوا على الشعب المقهور ولاو تحولوا كلهم الوزراء باش دافعوا للحكومة. وراء الشعب اللي صوت عليكم ورافعوا على الشعب وغوتوا على الشعب اللي جابكم لهنا، راكم قلبتوا الموازير تقلبات عندكم. السيد رئيس، السيد رئيس الحكومة المحترم، بداية أود السيد رئيس الحكومة المحترم أن أؤكد لكم احترامي وتقديري لشخصكم الكريم، لكن تواجدنا في هذه القبة الموقرة طبعا هي مسؤولية ألقاها الشعب على عاتقنا وطوق بها أعناقنا. لذلك لما كنوقفوا أمامكم سيد رئيس الحكومة فهي بصفة نائب الأمة يسائل السيد رئيس الحكومة. لا نختلف كأشخاص ولكن نختلف عندما يتم المساس بقوت المواطن وجيب المواطن ومائدة المواطن وكرامة المواطن. سهل جدا سيد رئيس الحكومة نصفقوا عليك، ولكن كما كيصفقوا عليك الأغلبية ديالكم، ولكن حنا كنبغيو أكثر من